أنا بصاحب اسمه الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر، كل من سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لحضور حفل استقبال حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول الذي أقيم مساء أمس بميناء خليفة بن سلمان، وذلك بمناسبة وصولها إلى مملكة البحرين. وقد أكد سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على عمق ومتانة العلاقات البحرينية الفرنسية وتميزها في كافة المجالات، في ظل ما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط تاريخية قوية، منوهين إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين لا سيما في المجالات الأمنية.